ورسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضر أو ينفعه، إما استقلالا أو مع الله تعالى أو ناداه أو توجه إليه أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق، فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة. إذن شيخ هذا ما أنتوح بالله يا إن مسلدي كتابك هو عقيدي وحور مقدمات وحزكاها ين أرر يهردع بوزكودة يا شيخ هذا إنو كهض له مرك كهض يا قبوريين تشركي كرد عين أما أي قلان يا وثنيين تهرع عربيات إنا إسكم مديهين تاس وشيخ مركا أود سارة هي وحونا يدو. وإذا تقرر هذا كان هذا صوصك ناضي أو نكس هذا الله إن مشركي العرب وقريش أي إلهي سبحانه وتعالى خالق نمت كيسية توحيد الربوبية أي رميسنايين لكن لقوا إلهي كلي عابدا لقوا تهدي صوصك ناتي، فلا شك وحن مرا لهين أن من اعتقد الروح آمنة في ميت مد انت من الأموات ضدك انت مد كمدة أو حي من الأحياء آمد نور انت نول كترسا أنه ميت كاس أما كنولي يضره إنو ديبكر أو ينفع أما ديفنكر الروح آمنة، إما استقلالا سم ذا حبنا إنو ديفنكر أما ديبكر أو مع الله تعالى أما ألا لجرن كيس ألي محوها يحيي أما ميت كوضا صعداء ديبكران أو ناداه أما أرواق أو يرى أقيل يدا ميت كأما كينولا أو أما ستوجه إليه أجهستو مركا قلبك السيئة أو استغاث أما قرقر سد به بالميت أو الحي في أمر من الأمور أرنك مذا أرمها التي أرمها سوى لا يقدر أسنكرين عليها دشد المخلوق فلم يخلص موسى أسافق قرين التوحيد وحيد يكلي يرد لله سبحانه وتعالى ولا أفرد إلهنا كموسى متحين كما نقول بالعبادة خشوع ذي طاعة ذي عبادة ذي. إذن مركا ريضا أسكو عطفان إزدبيا أو مع الله أو ناداه أو توجه إليه أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها أوسن أوذن دشد المخلوق أونك إسن كرين حاصلا وأسكا من باب التأسيس أيا لوج علمضوا علم المعاني والبيان وأذكرنا إسان بإلتها إعادة الأداة عند أهل العلم وحاوة ومحي وللتأسيس من باب التأسيس لا من باب التأكيد إن أو إيو حرف عطف لسوء عليا أما أداة كي جملك الأسكوقة بتحكمنا لقدسه أفراد الله شيء جزئيات كله شيء مذول با على انفراد يبو حكم كاس أوكين سنيا لأن إعادة الأداة عند أهل المعاني إنما هي من باب التأسيس وهي لا من باب التأكيد حتى مجموع الفتاوى شيخ وكذا الله فلا يا قاعدة يا ضاء اسكم مدوي إنك أدواقة كي توجهها كي استغاثوا ضوا اسكم مد أرنكا أضوجي رن ميتك أما أضوقي لأن كنول مباو حشر ضاء حق إلهي وخاصة إنه يهي أما شيء الله مو ين أحد كلا أوسن كرين إنه يهي أمبار لغاربا شيخ وحور مركا إذ الدعاء دعاده بريضه بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو نوع من أنواع العبادة محايا بريض الله قبر ميت كأما كنور بطلب وصول الخير إليه خير إنه سوق عرسيه ميت كي أما كنه لا إنه خير كوكينه روب كينه هنون يهدايا كينه قرقار يهي لك كينه باتكبر إذي يا ودفع الضر عنه إنه كادفع عدبك كوهيسته هو دعهاسي أما خيرك أضلبانيس أما شرك إن لقى دفعي أضلبانيس نوع قيب ويوم من أنواع العبادة كمذا ولا فرق كلقاتنا ما لها بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرا شيخ حمرك أسوى الدقها يا أوصابتي أن نشالة الماين عبرض عن اللهين وحومك أسوى كل سنين أما وصفك غير مؤثر كواحد أتقانان أي الربائن وماشا كساره ولا فرق كلقات ما لها من حيث الحكم والتكفير يوحي الله المعنى أن يكون هذا المدعو كاللبريا يئنو يهي من دون الله إلا سكذي اللبريا هيو يوحي رب لها أسجل لسيي أما إلهي كلي يوحي كرها يلقبر يي أدون كاللقبر يي كالقاد ما لها إنو يهي من دون الله إلا سكذي اللبريا أو معه حجرا رقح إنو يهي رقح إنو أدبرضه أو استغاثه ويدسته أما ربنه كادف عياد ويدسته أما دفكو كينو أو شجرا أما جيد أو ملكا ملك أو شيطانا كالقاد ما له مهمد وحن إيجي إن حق أذوي دي ستدقحة إيا شجرك إيا ملقة إيا شيطانك إيا نبيك إيا رسولك عبادة ما يهي من سمايا
هدو عبادة يهي هدين مشرك باتهي لغاحة إيا شجرك إيا ملق إيا شيطان كنا معبودات بيكويهين كما كان يفعل ذلك في الجاهلية سيد اللي يلي جري حلق الجاهلية أو أشجار إيا ملائق إيا شياطين بإنتبة ويعابد الجرين إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وحنك لقد لهم وبين أن يكون إنسانا من الأحياء وبين أن يكون إنسان من الأحياء إنه يهي روح النول وبن آدنا أو الأموات أم إنسان دنتي كما يفعله الآن هذا صدى يلان بود كثير من المسلمين إن بدون المسلمين تكمد صدى يلا وباعتبار ما كانوا وعضين دون الشيخ وحجي ذا باعتبار ما كانوا واقو انت يسان شركي ان كود يا كبا محو هاي شركيات كن كفريات كن اي مسلمين هاي لكن بعد ما اي اقترافين كفر قال لمداسي لورن ما هي مسلمين لورن ما هي وكل عالم انك ستودين تو حكا غران يا يعلم هذا شيء ان شيء شيخ وغن هيا بول ويقر به وانا قر هيا فان العله في تكفير اهل الاوثان وتكفير اصحاب الاولياء والقبور واحده ويبوجد علله وهل شيء ومحي صرف نوع من أنواع العبادة إلى غير الله ونوع عبادة كميدة أو إله غير كلاسي علاد ومنات كالي وذاقين أشياء هذا يسكن منات يهين وإن يسكن ميلا مريها دي أو صافتا اعتبارك الله إن الله سكتور وحور الشيخ وعبادة غير الله إله غير كيو لعابده يو تشريك غيره إله غير كيو للو ذاجي مع وسجل لجرن كيس يكون تشريك أس أما عبادة أس وحيو أهته للحيوان كما يكون للجماد إلهي سبحانه وتعالى حق ولا عبادة أها الجماد من نولاء الله سينكرا حيوان نولاء الله سينكرا وحوي وحق جواز كعقل قال لك الله يا جواز كشرعي معها وحد دعي كروي روحوا عبد كرام مخلوق جامدة يا مخلوق حيئة أو مخلوق حيئة لكن انتي اسكن مدوي كما يكون للميت انت بوارد عضا سيدا ميت كبالله بريو فمن زعم الروح الشيء أن ثم أي أن هناك وحاجرة نك إذا هذا فرقا كالدوانا شو أو مشركين تما أنت جوغي قبورين تلاهي غير كي بريه أي وثنيين تا إسلام كالشيغان أي عرب توري وثنيين تا يتفرق با أدحي أنك إذا هذا الدو حولي الشيخ ما أستاهل إن الله هلو رندنا وأنك أسوان خطك وكرد عصان مركا إن لغا آمسه بو أستاهل أبو رندنا فمن زعم أن ثم هناك فرقا بين من اعتقد روحي اعتقادية في ميت إنه واحتركه ومن بني آدم أو حي مدنته منه من بني آدم كترسا أنه يضر حي كاس أما ميت كاس إنه واحدبها أو ينفع مدفنة الروح آمنة أو يقدر أما إنه ميتك أو وضع على أمر أرنه لا يقدر أسن أوذك عليه على الأمر إلا الله فقد غلط ننك واقفي بفرقك ننك وهمي إيتا وهم إنه فارق جر بين المنتصبين إلى الإسلام الوثنيين هي وثنية العرب وقريش فرق ما أقول حين ننك إلى هذا فقد غلط بينا قف عطب قفيب شيخ وأقر وحون كقر على نفسي سكو اعترافي بجهل كثير جاهل موين وأصول التوحيد وكغس غنيهي يعني جهل كبير بعض النسخ وحيقر هيان وأقر على نفسي بجهل كبير سنة نسخة الفتح الرباني ساسا كقران إيو نسخة أرضي سيم المحدث محمد بن ناصر الحازمي كتاب كيس إيقاظ الوسنان أصونا وحكسوا قوري الشيخ شوكاني كتاب كيسا كبير بيقران نسخة أنو هذا نهضينا كثير بيقران سوانا سكم بيلتها وأقر على نفسي بجهل كثير جهل فربضان بأسكو قري وكقسوا قاني هاي ساسا لوقت تقاعد يا مانتا كيجي كينو كلانا يزدين ما أنت أخذها بضنبو قالوا كتبي وارتنكو كلان سوقات إذن كمركة إذن تالله وأقر على نفسي بجهل كثير بوكوقر النفتيس وكقسوا أن أصول التوحيد أصل التوحيد بابا كخال دنبا شيخ وكو عد يحلو فإن الشركة شركة إي وذاقين عرب يكون هذا الجوغة إسلام كشيكتا هو دعاء غير الله هو إلهي غير كي أولا بريو محين نكبر يينا في الأشياء التي تختص به أشياء إلهي قوني كوه حق إلهي جون أولي هاي أيه أو إلهي جون أولي هاي أمك سلا سيوي غير كاس مرك أما حجر هالنقض أما شجر هالنقض أما حجر هالنقض أما النبي يا رسول هالنقض كلا قاد ملا مرادي حق إلهي لا بعد كلا سي أو اعتقاد أما شرك وحاوي اعتقاد القدرة أود إن لقم لا يستو أما لقى آمنه لغير الله إله لغير إله غير كينو أود لي هاي فيما لا يقدر عليه سواه
ألم موين أحد كلاو حسن كرين هذا آمنته إلهي غير كي باكره شقوان كرنا وشرك أو التقرب أما دواشو لو دواده إلى غير الله أحد أن كاهن بشيء لو قد دواده مما كي كمذا الله يتقرب به أن لو قد دواده إلا إلهي ألم موين حوري انت شرك وكاس إلهي غير كي أولا بريه لغانا بريه وحو إلهي قوني دالله أها أما أدو أود يباور كمالي أما كآمنة إنو أحد كليليه ومخلوقه شيء قاسو إلهي موين أحد كلا أسنكرين بعد آمنتي إن أونك قيبك مذا أي كري كرانو كيني كرا أما إلهي وحي اللي قد وانيه خاص كابد وقد واتي أضومها قيبك مذا إذن حلقة يا بينا ترادو واغو هوري وحال أورنجري معبودات كعرب أي عابدو جيرين وحال أورنجري أصنام يا أوثان يا وحاسل أورنجري أنه كو أنه سيديال يا أوليال يا هذا يا أهل خير يا علم بل يا أهل فضل بل يا هذا هو شاسو شو كهل الدوان قضية ده وعد وعيلته أساسيات كانوا كسو مري كشو شبهات مركن كانوا مري إني بحد قاعد أقول ربها شيخ الإسلام محمد عبد الله كهل لي قضية داس صنم كي وثن كي ويا قانين إلهي معبود ويا قانين مسلمين تما أنت جوجا مشركين تأ وحي ويا قانان بشيخ سويد الفقير السيد بويا قانان وكسو هلا قضية ده وقت بكون بحشي كتاب كير كديبه لقول نقول تيبو إنه تيب كهل يا محي لي شوكاني نكال يا القاضي سن شوكاني وحور الشيخ ومجرد تسمية المشركين ومجرد تسمية المشركين مشركين ثم جعوا يكون مجعابين كلية لما جعلوه شريكا شيئا كيلا ربي إنه لو ذا حقوق ذا عبادة يجورع يبريضة بالصنم يكون مجعابين يو الوثن يو الإله يكون مجعابين لغير الله لفظ قاسي أنت بدل نصوصك ما قرر نصوص هذا يستان كم قرر في الهية ماكو قرنتا نسقنا فتح رباني اكو ما قرن بدن حازمنا كما قر سيكس طبعا نقطه وحوي لغير الله وحكي احترازي الله الاله اله الله معنى يقانن اله حق او الله سبحانه وتعالى قادر كا اله ودي باطل كا اجعل الهه اله واحد الالهيه رب او غلايه لكن الالهيه كلي انه ليه هي بيدي دنايه مره كانوا يطلقون الاله على الرب الحق الخالق وعلى الاصنام مره لغير اله مره احتراز وهي عن اله صدن خلق او قادنين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله لغير الله إلهي غير كي إن لغره إله وحي مقعوه يكون مقعوبين ليس فيه زيادة ليس فيه بعد أن كقوان نسخة دينا معنى خلدان ومعنى هميشة كجرة ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله ليس فيه زيادة ليس فيه زيادة وحيكوت من نسخة اللفظة قيمها بضان معنى صحة النسخة فتح رباني مجلد كلابات لقونا شريي مجلد كلابات جزء كلابات كنا شريسان لابا بقول تضباطن يسألوا حكا ضمبية تحقيق الصبح حسن علاق فتح رباني في فتاوى الشوكاني وحكا لو كتمد إيقاظ الوسنان في الرد على صاحبي صلح الإخوان وأرضي الشوكاني أولي هاي وشيخ سوكسو قوري مقدمة رنبو سو قوري مركز وكدمنا شرحي زوائدنا كدري مركا ليس فيه تسمية ذاك مجرته زيادة وحكة إرادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد واسكم ذو ماشي يكون كم مقعابين إله يا صنم كودي وثن كودي يكون مقعابين مشهد يا قبر يا ولي بيا عرب أورنجرت وثن يا صنم يا إله مركا ومجرد أسماء حكم كنا وما الله بتا أسماء ذي معاني ذي حقائق الله بنيه كما يفعله سيد يلان كثير من المسلمين بل الحكم واحد وفارق مكي حكمه هو واحد محايا العلماء وكلمة اتفاق بينهم أن الحكم إنه تابع للمعانية وتابع للمعاني أسماء وتابع للأوصاف إذن وصفك ما شهدوا كبحوا وحان لنا هاي مقعي وابره هيا كايدوا وكاذي لكن هذا الردنك إيا أركي إيا خراركي إيا صوري لقوء لقوة أيوه والله في الترار يودا داي ظاهر بين قريس محاجر اللي كاده وحي وهايد اني مدب كاليد هي اور كاليد هي ددن كاليد هي نجاسو كو اهي هداي استحاله كو دعهو او وصفه ميشه كبو حزاله اسمه بيليين لان الاسم هو تابع للوصف اي المعنى معنيه ميشه دو كبخانا مغعي و برهايا معنيه ميشه تاغان هدي لا بدلو مغعي لا يؤثر هذان خمر دهنا ما يا وحال يا قوت الاولياء ان دهنوا اما لي ذا ديق وا بير وا بير بير مخو اهاي دلالاي وي يا بير دلالاشي وي ديق واخ كلام ما اها مخالل بو نقونيا ابدا مغعو وخو اسوكم خدنو مغعو وخو تابع يحي
للأوصاف والمعاني هذه وصف معانيها ومتحقق النقض وماشي لقاه له معنى اسم مقع لا عبرة له هذا بدشو يهذا بدل إنما إن أول ما يكفوا من أمر دين الأمة في الخمر أما الخمر رواية كلام نبي الله نبي حول شيء أهري الدين تد أمضى لقى بدل الدنيا كها لكسيم الدورة وخمرة وسيدنا النبي الله يسمونها بغير اسمها مقع يد مقع أنت أبحيان بيساكو عبهايان حلقة يا بهذا إن شرك يا قال لماذا أنت مقعك الله أبحيه تواصل ويه أولي احترام ويه حقوق الناس حقوق الأولياء ويتواصل إيه حاديه وحلو رنجروا لقادة جريبة جروا مخرب كي إيه مخرب كي حادية لقادة أيضا وهدان القادم بأون لقوبر دين وأذكار الصباح والمساء مقل جرتين شرك بوأها صومالي أذكار الصباح والمساء شرك بكوة بريسن جرين إن بدون كميدة وانكو قبل عسن جرين وحان حسوس تاوداد عربية أنه أخرج النحو ذا يصرف كفاني دراسين جري يا هو شرط أنك قد جاي إن قبل مركب عنا حادية قادنا واجو مركب برينا أن تواصل كقادنا هبين كأربعة دي جمع عضنا إلى تضبط ساعة عن حترين أن هوش الله وكلبه هدي أنت لا إمام وعشر الآخرين ما هي متجر عشر كاس عن ما هي والجو قسمين يعني المركب رأله كوا صوكم مرقام وصوح هاي نن عشر كا كل دورن هاي أنت وما لسدح بوده هاي شروط ده والله قديم مركب قاركو مركزه واحد أميري بقى الله ينادو قد وانيس الله ينادو شيخ يوسف بالحنبة الأورنجي شاكوش بيقود دمس السقو الجوح هداه الله هو وصد خطاه لما إنو دنتنا دمشي كاركولي إذن مركز قضية داسي مر هدو وصفك باقي هاي وصفك هدو باقي هاي حو معناها لبد مقع لبد لا يعتبر لا عبرة له اتفاق رنتا أيضا شيخ تيبو كهالي ورنحركم ما يهاي ورميت كان أما كان نول آدمها مسيسين حقي أي عربي سينجرتي أصنامتي أوطانت نفس الشيء ما عمرك الله عبادة له فالحكم واحد إذا حصل هذو أهر قلوء أي سميان وي لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في السنم والوثن نفس الشيء حج إذا وحا أي سميان قليها مشاهد أي قبورة أي أولياء دبتها كان هذا سميان وكهر قاله وحي عرب أي سميان جرتي اسكم ميالبان مارينا إن لأن العلة جامعة ضابط باكر حياء إيا محوها وصف مشتركة وصف اسكو حكم كي سيقادن لأن الاشتراك في الوصف يقتضي الاشتراك في الحكم وذا دوه لادان هديل أي فروع يصورك أي وصف أي وذاقان أما معنها وذاقان وحاكر لن إن معنها لو وذاقه إن حكمك لو عفوا إلا أن الاشتراك في الوصف يقتضي الاشتراك في الحكم مرك قارك حلي لأن الاشتراك في المصلحة يقتضي الاشتراك في الحكم إذن هو نفس الشيء مر هدي وضدك وح صور كانوا ضم باي اسكو وصف اسكو معنا نقدين حكمك وإن إنه وذاجنه هدان أن رهانو مسلمين تا إسلام كشيعان أيه إلهي غير كي بري أولياء ضبرية يا عربته هوري مشركين تا هاي فرق بقول حي اسكو حكم نقادان مهيان وإن فارق مؤثر كانوا لابد من فرق مؤثر فرق يبو شيخ كعطني أذ كان طوال أيه طيب وحلقة أنا ترى يقوي توحيد سدان أما إلهي إلهي أمن سين إنه خالق إلهي الرازق إلهي هؤلاء وكاد الدورة شيخ إذا حصل أمرك أهر قال أما وكسر قال أما كهر قال لمن دولك يعتقد أمن سنة في الولي يو القبر ما شهد وكهر قال يحصل كان يحصل وحسل جرى أما كهر قال جرى وكدع جرى لمن كان يعتقد في السنة والوثن إذ ليس الشرك شرك معها هو مجرد إطلاق بعض الأسماء أسماء قيبة كميدة أما مقعية قيبة كميدة إنا أشاكم مقعونه إنا وثن كيحي دقاح وثن رهانه أضيق اللعابدون أن رهانه وولي وحي اعتبارا ما له كله وأوثانه مر هذه لعابدي أضيق بالنسبة إليك وثن بين نقون كراني وحلقية وانك إنا كالتقان وحيبا معبوداتك قيبنا هدوا جمادات أنا يدو دنبي بلاهين اللي قحت قد بي قيبنا وأهل دد علماء أهل الخير وهي يقو أنشق الكولة هين اللي قحت قد بي دنبي قنو مركا منحصر كنو قنها يا على العابدين الشياطين قنو كنو قنها يقول لنا وقال عابدا لك يقى برها لك وإن لعابده وفر هين الشياطين تيوح لها المال يقول إياها فجردها إذ ليس هو الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات يعني بعض الأعيان مسميات أعيان بلوجة أشخاص يا أمحو هاي صور
شركه ما أها إن لو إطلاقه مقعيها قيبة كمدة مشهد يا قبر يا ولي يا وطن يا صنم يا إله على بعض المسميات وحيال الله مع قيبة كمدة بل الشرك وحاوي يوجد الشيخ شركه ما أها تابع للأسماء وتابع لمناطه ولموجبه مقتضيه سب الراعي سبب كيس وحور الشيخ بل الشرك وحاوي هو أن يفعل إنه أضونك السمي لغير الله إله غيرك شيئا شيء يختص به سبحانه وتعالى إله يقولك إياه شيء إله يقولك إليه وصاك خسائس تيساء إن إله غيرك سيسوي سواء وحامر كاسما أطلق على ذلك الغير شيء أصاك اللي قمك عدويا ما كان تطلقه عليه الجاهلية مقع أي عرب تقاني أمر له ووطن يا صنم إله له أما هذه إنه ولي يا قبر يا مشهد يا أهل الخير ده يا سيد يا سادات هذا يكون طالعي أو ما سأطلق أو ما سأطلق عليه اسم آخر أما ما قع كله أبحيه كي عرب مذا أنا هنا عصبها أبحيه فلا اعتبار بالاسم قط وعبراء يتحجينا ما لها مقعه هذوس كل اثنين على وصفه ومعناه ساس الشيخ أجيده ومن لم يعرف هذا معناها إن كان فاهمين بوري وصفك جامعة هي فرق مؤثر إنه سنجين إن كان روح فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به أهل العلم بوري وجاهل بوري لحقائق التوحيد ولحقيقة شرك العرب ولما يقع في هذه الأزمة أبو شيخ ولي هاي من استاهل إن لقولها الله بما يخاطب به أهل العلم أهل العلم يقول لقولها الله إن لقولها الله وإن سيدي عام يقول لها لقراعه او لا في جيوك في عن يا بول وقد علم كل عالم عالم كستو دينته وحكي قالنا و هو اوغي هي بول اما اوغاداي ان عباده الكفار للاصنام قالوا عباده اصنام تعبد الجرين لم تكن عباده ميسن اهين الا بتعظيمها اصنام الا وينيو لا بونبونيو اي واعتقاد انها تضر وتنفع اي ان الروميو اي ددكو امنان مشركين تا ان لهذا سي اصنام تا وحتريسو وحنا ديفينيسو وحنا ديبيسو ضرك يا نعفك وشيغنا هران بشاقصها الله وفي التشفع والتوصل والتقرب إليه من الله والتقرب بهم إلى الله إن أيها مركا ليا وينو شفع قال هيان ألا ينو دوين هيان ننكي مركا أيها جاه وذا كتا وصولي وآيا أما كتا شفع وآيا أما ألا يقول دواء إله وكفقان هيان إذن لبك يشيغ هيان يدفت يشيغ هيان ولبك من جهة التشفع والتقرب والتوصل بهم إلى الله كإيمان كجروا أما إنه إله خالق كلجي هاي أصقنا مالك هاي دبي دافع صقه يتوئا من زناين عربي يوال استغاثة إلا جرجر صد بها أصنام تي أوثان تي عند الحاجة مرك دبي باه جرتو والتقرب إلا دواد الله أيضا لو دواده في بعض الحالات حالها بركود بجزء قيب أو من أموالهم كمذا إن حول لو جورع حولي بسين جرين بهدي سورة أنعام هو شاك آخري وهذا كله انت ان شيغنا شرك العرب لو يقاني دمانتي وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور قلها اعتقاسا قبورتا اما من سنه وينيه وديق مخو هاي كو ضوافه وسجوده خولا او غورعه او شرطه نذرك او غلا قد هذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور فانهم وشدك اسلام كشيغنا وكهلايا فانهم قلها قبورتا بركايستا قد عظموها وينين إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه وينين حد كبح إلى احترام قبور وشرع وقال هي باجرة قبر كان لقوا استاجن أن لقوا فريسان أن لقوا دوح صحرون أن لدول دجن هذو قبر موقضي هاي لا إلا قال لحظه لو دعيه وانت شرع وقال هي لكن وح انت كبضان وبنبوين وإلهي سبحانه وتعالى حقوق ديساه بيسيين لا يكون أنوها إلا لله سبحانه وتعالى بل ربما وحلق يابا حتى قبور تسيد الله قعب صدو أما الله احترام إني كديراد نقطي كويناتي كأت كاتبة كان قيمة بانتك أكتوضة إلهي احترام كسية تقدير انتس بل ربما يترك العاصي وحلق يابا ننك الدنبي لها إنه كتقه ومنهم كميدة قبوريين تي وثنيين تي فعل المعصية معصية الصمين تي ذيبو كتقه هيا إذا كان في مشهد من يعتقده مركو جوغو قبري يا مقام كننكو اعتقادنا مقام كشي هبل حضرت الشيخ هبل قبري جي سهدي لشوغ بين لشيخ مهيو لزنيسن مهيو حن لصمين مهيو ولزلالين شيخ باكو أركا شيخ باكو كلاطور الدونة ولا عبسن مركا لقفوا بنان كالله تقو وإلهي أدو سوص وبحضان مركا سابينتا يا حارانتا يا محسين القصان هيا إلهي لقى عبسن مهيو آلي هذا لقى عبسن هيا يا قبرت إذا كان في مشهد من يعتقده هدو جوغو مقامك يا مش غوبتي نكو اعتقادتنا انه ولي هي او قريبا منه اما او دو يهيبا
مخافة كبقوا كبق هاي تعجيل العقوبة عقوبة إن لو سدجيو من ذلك الميت ميت كأساك كإيمانيس ميت كعقاب هاي شيخ قبري كسبوكو أركا عاو ما كان صحتوك كرفيق هاي حمقو كوكودة هاي هل يسوي هوش أيضا إذا ننكا وحوك عبصن بقى قبري ولي سيدك وحوك عبصن خوفك إلهي كلها سبحانه وتعالى متقدرا أيوب السين هاي يابا وربما وحالغا يابا لا يتركها إنو صن معصيدة كتقن دين كاسي قبوري إذا كان في حرم الله أو مسجد من المساجد هدو حرمك إلهي كعبدة جوغو أما مسجد أو جوغو دين مهي هوشا معصيدة سمياء لغي يابا لكن ما أوذكم من الرعوه إنه بنتا يا معصيدة سمياء عند قبر الشيخ فلان ومقامه وضريحه ما أوذ هدو بالغورين من كان مع اعتقادتنا وحان آلهك مع اعتقادتنا ما يواوح والله وأسك وسائل وحق الله اللي حان عالم كان عالم لبضان وإنه مرة عصر الفتن والمحن ويان وحكا استؤو كفر أما الشركة إن هذا أركت النمبنين هي الدفاع هي وحاويان غريب معها غريب معها توتدن سبنك إلى يومنا هذا النقاش صعوده وذا ده نحمر الله بحاجة للولاية هي قال لماذا مصلحة مكوبة نانان كرتا جواز ارتكاب المكفر للمصلحة الراجحة ما أقول لك الرا رقب أبحاث إلى تدون سبن كمجة محوها ألوك كن نشرية أو كن نقاشية أو رقب وضو الدفاع هاي أو محاية لا يحكو ليين وأنا قوح كسوة تلمان يحكو ليين محوها نجاشي با قال لما كود عاي للمصلحة محوها هاي نبي الله يوسف با قال لما كود عاي للمصلحة محمد بن مسلمة أيا كود عاي كفري قال لما للمصلحة حجاج من علاط السلمي با كود عاي للمصلحة تجدون السبك بطبق كل شيء أشباه والنظائر إن صلاح الدين واقي وسيد اللقاقب صدي قال كيف دي انتو تبروا والله بان نقدر المسلمين يسوق اغتيالان كدب نقدر قال هذا يحدين إذن زي الكفار لحدنا وقال لما لمصلحة اغتيال طاغوت بارلوك قلي وذا ضنوا موحد وأصغوا القوية قانا منه التوحيد كدفاع واقس رسالة كقري وحابنا بإن قال لما اللي قدعوا لإزالة كفر أكبر منه طاغوت كفر بالغو دعي كرا ما دام ان طاغوت كا قدر ان سمي انه خزعبلاد نو عاسا او كتب لغا قري او ادغيسا رسائل لغا الفي او واحد اركيسا لو ليهي دينتي با سدا قبطه مركا نين الهي غير كي عابدو هيو قبر دول تاغن او غورع هيا حقنا توحيدن او سومي او صلاهدي او كا وردي بدن او كا عيسون بدن ان لا دفاع او ان من او تاغين وا مسمح لا يابي هبا لا يابي taasa ba muran ka taagan yo la wada marka hadadan usuusha adan la soconin oo muxuu ahaayay taariikhda muslimiinta iyo diinta qaabka ku bilaabatay iyo adaladeed adan fahansanay zamanka inuu marayno si yarba laga saari muxuu ay daaqado adoo muxuu lagu leeyahay muwaahid ba tahay ba gaalima lagu dhaxfariisay shirki baad ku dhufleen garba weyn gaalima antaad gasho baad ku dabaalan hawsha aad la iskaga ilaaliyo hawsha asa lagu bararo mowduucan asaga ah شرك القبوريين وشرك مفروغ منه حتى بعض أهل البدع إنك استوى أقدم وطابا من ذلك إنك الأورنجري أبو الوفاء من عقيل الحنبلي وأقول إن مبتدع وهذا بحنابل النقدي لكن وأقدم بتراجع عن كل ما كان يخالف فيه السلف ورموك الله حتى مات على سنة المحض إنه تمسى سويد هذا يا مركو أركي حيلي قرني إيش هذا يحو أركي عامضي يو مساكين تو قبور دبتها جن وشرد كجلي وحق وريع بري مركها سلوا قالكوا واني معي قالكوا ين هم كفار بهذا الأوضاع بوري قبورتن أي تعظيميان أوريدن أي بريان بي قالكوا يه إمد الجوزي ومضطربة في عقيدتي ومع ذلك قازدا باب الأسماء والصفات يا تلبيس إبليس كسو قوري مركها سوا وافقي أصنوا هوشا زيدا وافقي وحسو قوري ابن مفلح صونا ووافقي حنابل ودن واكينين إذن شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم في كتاب إقات اللفان قضية قضية بنا اسكتها اللو إلهي غيرك ننك عابدها هي وإن ادعى الإسلام وإن لا تكفيريه بل ابن الوزير كتاب كسان روض الباسم وحوق قارسيي ننك كشكيا قليها إلهي غيرك عابدها أصنام تعابدها إنا يا مسلمين ننك لهذا أسأل الله تكفيرين بول تكفير كسنا وامحي وكونه كتوقفي شيء معلوم من الدين بالضرورة واللفق هذه على هنات في عقيدته وأصغوا على كيسا مرقى قال قطب أمانها يا ابن فارد وقدس الله سره ونور قبره وضريح كوها يا ابن فارد الزنديق الملحد أصغوا دفاعي على كيسا أصغوا ولمجر كافر التأويل أصغوا الشوكان وقفة شنين قد يضع
دتك متأولين تقرن بمطلقا لما تكفيرين كروي واجد ما كنت هدي مركز حلو كان إجماعاتك محاك يلي حكوسو بربارين مذهب الاعتزال إن شيء كستبل له علي اعتقاد بكوسو بربارين واجد ما إلى أفر الجذي وحوى ويكأورسين صنا بضان يكبد بعده لكن لم تزل فيهم بقايا أصدق محوها الشوكاني نكل أمير الصنعاني محمد ابن إبراهيم الوزير نكل صالح يمنيين اجتهاديين لم فيهم بقايا وكجر من مذهب محوها أهل البدع وحكاد مين صادرت المعلمي أيا وحوت المامي نك أقيم بضنائها صالح بن مهدي المقبلي يا وحوت المامي سؤسو سعودي إلى وحكبت باذيب أنه صحابة عايو وأفلق هدويو أما آل البيت كأعبد وكبت باذي لكن لم تزل فيه بقايا اعتزال باليومنا هذا يمانا يقع اسكاكا يقان سكستبا نقطو حوي قضايات كان مركز مرئيس التوحيد دقع عقائد دقع وينات آت أصل الدين هدو كو أصحو وحبضان كهلا بمهاي لكن لبك هذا وحاول إن الثلاثي الصون عبادك لكم مشقوشه أضم مشرقة وأصول التوحيد بأيسا نكون صحنين ومحال قالوا بقى نكون صحنين ونمانتنا رح فريزته صادرت يد أبو بكر أحمد الجساس صاحب أحكام القرآن كتاب كيسا وكشر حيبد الأمالقة يوحو لي هاي هدانا مذهب كان كما ملبو عامضا ما أنت الدنيا جوكته أكثر من فرد قال إن غنها ينبر عامدة أدونك الجوكتور لن عفوا أنا يعني خلدين عامدة أدونك الجوكتور لن بود عرطة إدقو وعلي قرعين غنها ينبري ومحمد كان هو يدان حنافنا هاي وحان آمن سنة هاي بود ننك قال لما كردعه باللسانية أو بفعل أو قردعه إنه قال لي هاي ساعدة أنا عمل كي سهوبان أيو إسلامتنا إسلامركا أوتوماتيك أي كفرانتاي مرها داي فرانتاي حاس كي سياسوه ومركا قال لما كسوا دعيب أقل مون أوربي قادي قرع بين الشيء وحن روضة قرعية ويبوري لكن إمام الشافعي مذهب كيسا هضان آدنو يعني شعب أحكم النابع إنه قالبها النقضين أي نكاح صحيح كل شيء الشافعي وحوق باب المكر يدلو دعو كفر يلو دعو إن عمل كؤسا هوبان إن حتى تموت على الكفر والردة وحبط الأعمال ومقيد بالموت على الكفر والشرك مركب مذهب كشافعي بردن كان نقر رومبر أما أنقو قرعيات كل نقونا يسامبو كتاب جيسك قرطة علوبه بركة ويليا برق وحيابها ويكسوها الله ومعور داريو وحوق باسو إنك كل عقال لم أقال يا هاي وحوق النقاش هيا إلا قالوا وعلنا والله هاي حرر أبتركوا سحينا والله هاي إنزوما هاي قالوا بأن نقطين النكاح إنه ما يدين سحيب كان نقاش هاي وعلم ياتين مسا أولاده أصول بباتين ونصب باتين تيبوا كهلا هاي مركا وحاويا شرح بدل أمالي يصدح بقطوات يكون هذا كجهله هول هوشان وإن هذا لسك قوبسه وحول دو غرض واقع مشروع عن توحيد كل لغة هل شركة كل لغة دي وآفتة جنوي بلايات جنوي مركا هوشا وإن هذا ولي به دو وضن قال الكل نشين وين زلالسا وهذا صوت دورتار وحلقي أبائن هذه النظاهر كأي مخالفة قال الله خلاف آدس إلى لسان لكن مركا قاركوز شركة كفريات ووي آد قشان نمان با كان نقاشي مواقع دا قاركود وكوكو ري محوان هاي قال لما اللو قلي كراء اضو حولها هذا محوان هاي راتن هاي اما الدفاعان هاي اما محوان هاي هوية دا اي ابا هاي محوان هاي عروت هاي اندي بلو قيس تكبق هاي باد قال لما دبالان كرتا وحوران اذن حكوسو الرسطي قال لما دو قلتان قدوني وح لوابيد وحدود ايسان لهاي وحدود امالا نينك قال لما كود عحان لينا مصلحة دو قش ها ارضا فسحان تاهي تو صام هلكان بيتجي محاط صامين هدي هلكان بيتجي مش اللوجي حلي آيات كان سود دقين سورة النحل آيات كفرية كهلا إكرهها كهلا وآيات مكية إلا سورة آل عمران بوين آيات مكية ومع ذلك الصحابة مركي مكجوجين لبك قبصي وحويان أهل كودي يمال كودي يجريه كودي عرطه ذكر إلههم بقياس كرس سبحانه وتعالى إلهي أم سلمة ننكذي يلمه سنة كلام مغنايه مركي نينك إذا لقى ريبه ولا دقائق ميسد وأبو سلمة صور بحصة ذي أيه للسوء عليه المدارس بكون ذي بحم ميسد بالليل أبو سلمة قيس كودي وحيد مرها ضاد إسلام تنينك إذا كريبته ويل كان أنا قال الله ويل كان هيسن ميس سو ذي ويل لبده قيس بويل كيسكو قبصة ذي ري أذوقي يريبتجي باكل جيته ويه قعنتها فلقتري ويل كوا لا تجي وحلا تجي
قال هذا كله لدى شيء أبو سلمة بلتقي أم سلمة ريب بن مخزوم بيد حق آدي وتلقى يد بالراعي سنة ضم بين مركب مكة تيسوب بحنا ميشة بنان كفر أوجرت واحد من حاريز تأودن قدمين وسنجر باقي دم بالودن قدي هذا بنان تين قال لما الله قد عينا إلما هذا كدفاع تأمنين كذا كل راعض ما يرك تيكو أدنس إن كذا راعض أما أنت قالوا ذو سنة مكو سجود آير يقول كيسو عشت يعني وقاعدة شريعة النوران يسير هذا السحابة يدقى كنا محمد يحكم سورة مخالف لما يقرره المحارفون ولبا هذا الله سكير رأي كتاب كأو اللي في عمر سليمان أشقر وذات كاسي صوري قا شام قا كتاب وحوا اللي في اللي هذا حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية وحط قرية قال لماذا مصلح اللوج اللي كرو وحاكل والله ميدا صورة سكرادة وسليمان هبل كطبلياق اللي هذا قري الأحكام السياسية إلى أقليات المسلمة نفس الشيء وحال ميدا صورة قري محمد درويش اللي هذا صورة قري كتاب اللي هذا محوها فقه الأقليات المسلمة في العبادات والإمارة والجهاد محمد درويش نفس الشيء صدح ضوح تقريرين هيان إن كفر اللوج اللي كرو لمصلحة واحد دليل لا من كتاب ولا من سنن مجري وداد بايري مد أشعري وجهمي أو سب ابن سبك اللي يدا يجري باي لسه تاجين شيخ بايري ورماشا مسألة كفر والله مرها يا دليل بلو بها يا وايد سيدي يعني مالك وعيما ما يجرت مصلحة بان ايجينا ومصلحة محو هاي توحيد كإلا إلى لي كون محي أهي توحيد كذا إنا إلى مصلحة كون محي أهي مفسدة قال لي شركة لقول عكا كدر المحي أهي يعني و موازين تو رن بالغوق الغوط منية مركا هذا سوء إلالية هذا لسكو إلاش وقد أجمع المسلمون على أن خلاف العلماء ليس بحجة وإجماع إن وذادها خلاف قوصن وحجة آهي حجة وكتاب الله وسنة محمد يوم ألحق عليهما ومركا قياس صحيحة هي إجماعة هوش هذا لسكو إلالية شيخ وحول وقد هولها سمركا إن كوان لدفاعه هذا واحد موقتي كم هوش محيصوب بالله بتواهوري قرني كأفراد بمن قبلة كن صنو باشركن لجوس ودق معي شو كانوا حوران دونا ضد كأدون كجوا بطن كوت شركنا كجيران ومن دون طابة نو ولو عالم القضيض عن كهالله غالب المسلمين جماهير تبطن كوت أغلب من في الأرض اليوم إن المشركين بيكو عضين هي بعد ما لكوه دو كولا شعوبته على تكفيرن هي شعوبتي وباشا كب الله بيني منك جماعة الإسلامية بمصر كصوب الله بهاي ورباشا كورمي صوب الله بتي وشعوبة الإسلام كوست اللي جا حريقة يبضن كود حقيقة جرت ياهي شيخ محمد إبراهيم ومفتي كهري ابن بازة فتاوي مجلد كوبا تقريبا وحكوا قرآن ضد كدوني ما أنت جوج إسلام كشيكتا أكثر كوضو ومسلمون بالاسم لا بالحقيقة مركان لينا هاي يهودي النصارى يعني الله ترتمى إنه يعني رهنا ومسلمين وحاجة ترضى أنت سم مليون لبم مليون ومسلمين سدح تريليون بان رهنا أفر بقول مليون بعرب مرة يسمان رهنا ومركان ترسنا النبوريون لكن ما كان هو زد إنه أن رهنا كتاب كلام حكاقبة مسلمين ما هو بطنكم قالوا وي أركي ميسد وحونا هذا الكايري قبله هذا الكوحوري قبل جماعة مصر ولا القطبيين لا طبعا ما هي لقاها اللي ما هي قوليها مصاريه سكرات كايغو محو هاي روتي جبال روتي غير كريم بالله فولاي لانه لكن من كان بترول كايست اي عقال كو خيران هي عماد فيريسن يا بيل كلا قاطو اما مشارات كبخيه لا دوان ما هي ايو اهل خير وي اسكدا اسغ شيخيسي بر شيخ شيخي محمد سليمان بن صحمان كتاب قسم منهاج اهل الحق والاتباع وحولي هي اغلب من فجيز جزيره العرب وقالب مشركين بوري جزيرة العرب ضد كون نولان وحاقو غالب أبو ربضا إني قاليهن الأصل فيهم الكفر والشرك المسلمين لولا رقم ما يبور وحاصوها دي بقر كمالك عبد العزيز إنتن سعودي أو حكومه ضد كالسعوديان كأي إنتن أو حكومه الأغلب فيهم الإسلام والتوحيد وقد يوجد فيهم مشركون ومرتدون لكن عربت إنت ذاك لولان الأصل فيها الكفر والشرك ساسا لو رقم السلاد وقورو عودة قور كودة قالمة لو رقم أغلب كودة لأن الحكم للغالب هدو جزيرة العرب صاغها الله وركي كلابة جوجة هدي مهبط الوحي الدين تي علماء شي فنية مركو سالية هاي أفغانستان يا الجيري يا تونس يا مغرب هاو إسيقن يا صوماليا كهالين بس يا ضبا هاولا هاي سوى الدين
لديهم أي وخارج التكفير يا هذا الكيس وحاقون صدير رشيد رضا ومجاية المنار كقري والنقدي انتو قبطيون نولاي وصنع إبر كدقى بابه كدقى يقول نول بيس رديين جاهل باتايب ورحوقو لغات كأدبيات كاتقانا تفاسير تنواد أخر ذا لكن فني كان أنكه الله إنما تقان الدب أصو برالي طباشير دب أصو قادو تعقوبات بكسمي والله وكلا بحي إذن قضيات وقضي ركوطة قال الله مين وي محلو عرم وي نمان كانت تكفيريين أما خوارج قطبيين مصاري ومصد نفت اللقاء قوين هيا مادان يقول بيل مهيستان اسمان الدفاعي كران إنه هو يعرّون ملها سبحانستان بعنا الصومالي هو عرّين نمنك لكن بطل الكفر دي حرامين كفر دي باشا طنبا أصل قوة ضدك إن التكفير يبقى يقوى يكب الله بتقرن عن عصب لا بقول السنة قدام بيسي وحي التكفير ريس عود بأصل قوة ضد هلا تكفير إسلام شيئاً يعني مكهل لنا ضد إسلام شيئاً يعني هلا تكفير الدين تهلا قصاره وهل وجه هذا ودي قد هلا بنا يستو ومحوها يلا غنيم يستو حوله هذا oo sabiyooda xataa hal adoonsado han la kala iibsado 200 sano u dambeysay nolosha muslimiinta reer suud ba soo bilaabay haday ku saxnaayeen haday qaciidi sida loo wado haday baatil ku tagnaayeen biilkoodana hal laga digo ayagana hal la radiyo inay takfiriyaan hal ayaga laga soo bilaabo waxba yaan masar iyo masakiin jabay aan la lugoynin oo sayid qutb maacla lagu dilin aniga taas way la tahay qaciidadaas in laga run sheego رجل سيدا قبا نينك محدد كي محمد ناصر الحازم أود أن تكون لابد بقول سديتين لابد يبقى كمدة إغاظ الوصنان وتلميذ كي خاص كي شو كانوي وكان أعلى منه في الحديث فني الحديث كان ساكا قف في عنا أصلا نفس الشيء بمرية وذا دوها الكاسي مرايا وحمهما موجب ك هي السبب ك وحلقتك في إسكه بصو هي تحققه في الشخص وحي انت كد كسو كسو هري وحا ويان وا اسك ترهاد يا اباطيل وي انو وحان جعل قاعده ان مطرده نقط ان لكن ليدا غالمدو مركي رئيس الحكومه نوا حق يا اهل التوحيد وي مركي مصالح الحكومه نوا باطل هؤلاء سوا هؤلاء عصب وي هؤلاء يدو عصب وي بس الله سلامه ميزانك وين نوا الدليل الشرعي فقط ضدك يا اشخاص تعبر ملها وحضرتك يقول يقول لا يقول ها طائف هبلايو وحاويان ومن أهل السنة والجماعة عند التنظير لكنهم عند التطبيق وخوارج تكفيريين هاوشا ننكي باللابي أبو بصير بها أبو بصير بها باللابي وبعض جماعات الجهاد بكو ويررهي أصيب هذا الغد بقي وهذا ويد بحو كتاب كقرى تكفيريين ننكي إيش يوسف القرضاوي شيخ القرضاوي تكفيري وقال مرتد زنديقة وهلا قد دوار صار له يربك قري من بعضنا كتب قروي قري كتاب معه تبصير أبي بصيرة في حكمه في الضلال حكمي على يوسف القرضاوي وحنو عازة قاعدة أسوق صوشة جيبة لي وحاطها حق صوشة هي تنظير كالسنة بات السلفي لكن قد تكون عند تطبيق التكفيرية خارجية يحنو حميزان لما أها مسألك ومسألة كالنسبة مرة هدي الروحي أصوش وكدوا له أدلة سيما ما أخذوا تكفير وسحين هاي تنزيل كأي على العيان والوقائع ومسألة نسبة لسكو خلاف كرو وهدي وحي الضوابط الشرعية كوس عروي باش مركا مرها حدود مرها نول نك دونا نك أصوغ دونا تكفيرة كودونا سلفي أو أهل خيرة كودونا معها معها وسط أو أحد حاضر معتدلة كودونا متهور أو غالي أو جافية وكارل قيمن هي سكن قطي السلامة هي سمام الأمان قوام حي وإن وحبر توي إن الفن كان إسكت دراسي يسوي صومالي وحورج رجعنا ماذا رجل ما ديبت ما مغشين رجعنا ماذا رجل ما ديبت لي دين تذا رجعوا ديبني دين تذا إيمان كذا دهوا ديبني دين تبرو وقت كبحي ما لم يرباك وقفلا دكان كسا عدسي ساعدنا كتاب كذا دين تذا وحبر شاسي وحك استوى الله دبي عرب يا عجم بدين توا الضوبان طيبة نينك وحقرين قال كتابك هو ألفين ياي وقت يردين تالسي سيد وقبت بادان اضطراب كان يبلايدا يهاي ولا هوا شيخ حور بل رب عفوا وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك وربما أو أم أودو ياي وربما وحلقيا بحلف إنو دارتو بعض غلاتهم كود حد قد بيا وسيك سوفيا سيك لا درنا موقت قبورين تسيك لا درنا بالله الله ينو كود أرتا لقيا بكاذبا أصوغ بين شيء في حلفه ولم يحلف بالميت الذي يعتقده
هدي لا شيخ قبل كدارو كدارن ماي بين أقول دارن ماي شيخ قبل كدارا لورنا يا بين أقول دارن ماي لكن الله كدارن بين بقول والله بالله تالله بس لا طيب ربنا أورنايا إذا نين كان قلبي جيزة اللي يولي كان كيبا كوي شيء عبد القادر إلهي قلبي جيزة كيبا كوي شيء عبد القادر كوي حبين يا لسو شيء جدي شيء خطيب وكه الله يا محايدين كحيقة وأما التقرب صمة محمد كبودي عقيق لي هاتي وما اعتقاد وما أركيه إن كان نوحو كحن يا مطني بقارب من هيابة وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع عفوا لم يدع أحد منهم ميتا أو حيا عند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر قائلا يا فلان افعل لي كذا وكذا وعلى الله وعليك وأنا بالله وبك وحولي يا شيخ اعتقادك وصوشة قبل كوشة قبلها وحكسها الله هوشود لكن إن اعتقاد سيهين ويكأم من سيهين أهل قابورك أولياء أنها تنفع وتضر ما الدليل إلى الروح وحول على قلبك سأقول عليه عقيدة ما دام شيء باطني هي أو قرصون أو ليبرسان سيكو أغاتي عقول شهو أقواش أفعاش تدل على ما في ضمائر قلبي الله أبتا وحا كجرة أف كذا عضين هي فل كذا يفعل كذا سمالي ويتقان وحيدا وحقور كذا كجرة هي أف كاحظة وحقور كذا كجرة عيدون عروش سكي عو القباب كلي نينكو ازدفاع وقمم كأركان وحا انت كجرة أغي إليه إذن هوبشان وهاول إسكافدر أوي ذاتكو إن وحا قلبي وذو كجرة لود اللي شد فالكو والتلازم بين الظاهر والباطن وأنا قاعدة فطرية ويؤون لديدك عند أهل السنة ومسلا مجمعة من دا يضع وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع رمين تي رميين أهل القبور إن أوليدو أي أنفع إساما ليبا إساما ديفنيسو هدو أي سائس جنين فلولا اشتمال ضمائرهم بشاقول جمع ضمير ضمائره وجمع ضمير وقلب لابط فلولا اشتمال ضمائرهم لابط ضهديسن محوها ايسن كدومنين اما ايسن امن سنين على هذا الاعتقاد اعتقاد كايسن حمبار سنين لم يدعو مبرين احد او منهم قورين تكمدا ميتا روح دنتي او حي من نول هذان امن سنين ميت كانوا وحتره اما كو انفع اما كو دبي مخا وبريسا مخا كو جاي واحد معبث با معيار با روح مركو وحسكنا يا وح آمن زين وحترها يو كوب كبيها مكان الله عي وحد آمن زين تاين وان كابيني هاف كبريز كمركز عنو وحد آمن زين تاين باهلا وكاتري هديك لو واحد عبض هوي طيب إذا واحد مركز لبك وقول عبض شيء خيبل أولى ذاي ووح كتير قلبك هذا آمن زين تاين شيء خيبل لبك إنه فيدي كرو أما ديفتا وكيني كرو بين يلسو شيء عند استجلابه مركو ضلبنا يا أما سوجي ذا لنفع داف أما محوها وناك أو استدفاعي أما اسكدفاعي اسكعلنها لضر دب قائلا الصغر ولم يجد هذين يا فلان هبلو افعل لي كذا وكذا ولبا بلان بانقلنا أنه صمالة نهضة الشيخ بلو منطسة إيسا إيشو وحن أقس كاذي حس كاذي شرط كاذي دب كاذي وإيقى الديار قالين تاذي سبينه بريها وانكو إلو بي خلط كان إسكالي لبب سنة مردقين بالله رحي محوها يحس كاذي خلط كوا أنيقة هوشا مرهض المانتا لما يسو وحي كدع والأغان دونا متقانا يدين كوالها ميدين تقيم بلغي يا باي اي ماشا وحا كدع جري بيو لها داتي إلهي دين حنو مالين وحبا مالأرك إلهي دين كوا كوا وين واجنا هادو كوا دريبا أيو يا فلان افعل لي كذا وكذا محوها يقبر مشهد كشيخ أبو منصور الشبلي مصر إيو أحمد البدوي إيو محوها يا وذات كل ولنجر محجوب الطائفي إيو واجه روحي كدع عجر هذا مصر كدعة وحلا أركيب معها وحلا أركيب معها سيدنا فيسا الشافعي محوها رق أيضنا رئيس كندرية أيد أم كان قبر كذا وح كدعة يو سنة كوح سكوت تجا لح مليون تدبا مليون روح سكوت تكتا حج كهتا كمرضعه سنة كادو قدام بيجي أفر ملينين برباس كوكوتيمي وحققي بقله حتى قبضيين تنصارى دي بحققي بقله وحاجي من صفير كمرايين كمصر وحاجي من صفاري يهود قيبة كمذا وحلقو قيبي في يوم واحد هل ملينين شنب قرض دولار
قال قيبس هؤلاء الربع إني صعدان وهابي ذا الباب إيوه نمن كان تبعت قال لسه تعبر رعكت إلا بري وإلا سمعته قال كمرين كذا سفير كأني وتجمع سعيد الصوفية ده وأنا كنت شذان وأنا وذكي تجاي كل شركة قبطي مساعد كاس سوتي مسجد النور الجنازة تجي ستان وتقانا بيلته أصدق أنا تمويلي وأنا قال بقول كيف سيدنا قال أصدق بحية سيد الصوفية ده قيبة كمدة مشارك أصدق عسية أول شو أنا الله سعطان نمن كينام بيجاتي الدبتي لكن وحاسف عن الدنيا لو ذا دها الدنيا يمحوها هاي قال لهم حلوق الكرة لمصلحة كواصة وحفي عن الدين قبضون إن شاء الله عياذا بالله وحور الشيخ مركة أو استدفعي لضر قائلا يا فلان افعل لي كذا وكذا وعلى الله وعليك وعلى الله على دشي وعليك أديك دشة أن تلصارت إذنكم وانسكوكين هاللين هيا وأنا بالله وبك أنو اللي أديك أن كنت تاغانا هاي الشيخ بلو لبدينا أن كنت تاغانا هاي إذن وتشريك مت كان تشريك زوما هادي تيو قصوها اللي وي أين قدر إمتان كالي وأما التقرب وأما التقرب للأموات تاسمرك اعتقاد كودي إن يسدى آمن سيهين وحاكا ترجمها يفال كودو ويتا مسألة لغا نقاش معه وحي السمين أيان يقابك أرق مهيان يقابك أوليد عسكان هيان بابك وقود دليل كتبته أي قرين آخري وأتقوى نصر المؤمنين كشعب الله يقطب أقوى ونفس الشيء تحفة المريدين نفس الشيء باكو قرن يا قوت النفس الجوهر النفس قيبك سكون قيبك يا باه وح كدرن باكو قرن كتبت ذواب بحدا مدايح النبهاني نفس الشيء أغثنا أغثنا زي العيادة أنت من لجارين بهوله كلام رجال بيتك أغثنا أغثنا يا شفاء قلوبنا وعني يحول ماس والله يوطعي عاورا صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المطهر خير البرية تبان وضعي عاورا نينك مراها ترنها يا شاوشك أما طيب تقوى يمدك لهذا يا شيطانك مشرك أوين أصوك حوضها يا أغثنا أغثنا يا شفاء قلوبنا نبي محمد بالله الله يا نو قرقار نو قرقار أغثنا أغثنا يا شفاء قلوبنا وعني حول ما سوى الله وادفعي أنا إيقا وحب لأي أوسو آدانو رن إيقا الليحي لكن الله مركو إيقا عن قاضي إيقا معلن كرتد انت ومن باب ذر مدعى العيون وبس باسين انت ومقات حواشي الوقا نحن يوي وعني يحول ما سوى الله وادفعي عرب ما من زنينه إلهي مركو للقاضي وإلهي أقع عن قاضي إني إلهي اللي دفاعي كذا بيسن من زنين بقى مركا أيقوا أي نفط قبطوا بيبا آلي هذا كبه تجي إلهي كل بري جريان بقى وإذا غشيهم موج كالظلال يدعوا الله مخلصين له الدين مركا وعني يحول ما سوى الله وادفعي الكسر إذا تخميز كذا إذا نابنا خطب جسيم مخيم وهاج بنا من هول شدتنا يم ننادي رسول الله والناس نيم ألي يا رسول الله كن دائما معي إذا نابنا خطب إذا أصابنا خطب ومصيبة إذا نابنا خطب جسيم أي عظيم مخيم بلايو النهاريسون وذا قاعد مركا نقول هذا وهاج بنا من هول شدتنا يم ويبضون نغوك عضو بلايدا انت جادا انت بضو عارد دوئك عضو بضو نغو بضها سارا وهاج بضو مكيك عضا ليا موحو كوا عناقو وهاج بنا من هول شدتنا يمو بضو نغو عارد نغوك عضو محان كتاكي ننادي رسول الله نبي محمد بامك هؤلاء واقعنا عندها يؤلاء وقت عرب إذا نابنا خطب جسيم مخيم وهاج بنا من هول شدتنا يم عندها قريش إلهي كلي بري جرير كون محيكو دادي ننادي رسول الله والناس نيم رسول كلاهي بان نؤيي نضطكو تشيفا نمك أولا واقعنا يا رسول الله أغذنا انت كغتين علي يا رسول الله كن دائما معي نبي محمد إلى الصعو هذه القرب ميانا كوائن با هاي باهن أنا كون دواقو هاي باهن إن أنا كورد وقيل الصعود قربك إلى بود تخميس كذا ونفس الشيء وأنا لحفظي أنا ويربى أنا قدسيدي القرآن كأنا حفظنا مركز الأولي المسلمين بلا يا أهل التوحيد بين بلا سو شيء هيا ضد كان يان بين له شيء ضد كان بين له شيء من اللوجين حاسي وحجر معها ضد كوا تواصلك باللوجيسة معها شعبد القادر يا إمام البدلاء وأمير النجباء وغياث الفقراء جد وقم واسمع وبادر وبلغه رب انت هوش بلغ مقدمته رب فاتحه رب
يا إمام البدلاء بدلوا بانمان الله شيغو دمو افرتن لو شيغا يا كبدن مرق قاركود لي واولياء ان وحديثا كو اسخين يا امام البدلاء وامير عبد القادر بلغه الله وامير النجباء وغياث الفقراء جد وقم واسمع وبادر انت امر اس دبا دخديك لما بري هي غد مركا وايا هي محيد انت صبات امام البدلاء بات امير النجباء غياث الفقراء فقراء ما الله اوغار غياث الفقراء والله ما يواش عبد القادر وغياث الفقراء أولياء دوين جد داق ووحد هاي صديق وبحي وقم سو استاق بغداد هفديني واسمع ندقي سوء نمقل وكبر يناي وبادر سوء دق دق إذن لما بري حقو سوء دق دق هيا جوك سوء هراتي جوك سي سوء مادي وإذي سوء هاوشان بين يالي سوء شيك نمان كان مشركين هاتي سنهين مشركين أدون كمجرا يا بين سوء شيك وأما التقرب للأموات فانظر ماذا يجعلونه من النذور لهم بريبان سوق هذا إن شاء الله كتبته هذا قيبك هم إذا أوحي كقراء هي كتبت اللفتر هذا إن شاء الله تعالى شأن بين لسوه شيء يكون سوف قبورين تكونفريد إلى محق الله الدحي إلى قلبيت يشغبات درك اللوغ إنجري إشاق عقارة جادك إلى شيخ حسين بالي إلى عروسة خريبي عروسية ومحوما أورام باب شيء كل قد وحي آمن سنين قيبك من بريبان كيد مش عن شركة باب شيء كاسي وحاب كذا من شركة سياسية وزقنا نوصل قال يمحون هاي حكومات كي أنذى مادي تاسي مركب وحشاه وكسو عديي فلك وضيء وحي سمايان باكتوس إن من كان يجاليهن أو مشركين وحنا آمن سيهن وحياب هاي أي سيان أي قدر وذان أولياء ذا أهل القابور كمحاكم إذا وأما التقرب إن التقرب سمايان اعتقاده وقصه للشيخ تقرب نواكم وأما التقرب للأموات أمواد إن لو دواده ولو قد دواده هاي عبادية قورع فانظر إكبر ماذا يجعلونه وحي سميان أيالان ومن النذور لهم أولياء ذا أهل قبل إنه لو ندرع شرط بالله قال إنه شرط بالله قال ندر سمع له أغبط قال شرط بالله ذا يو على قبورهم قبور تضي شرك قال هيا قبر وحارك يساح وحارك كحران يهي حارك يعلالك يمرد قدان يضن تكال المطا أديابيس قبور تمركم نيم والبحشرات بكحرن هيا أورد الشيخ بن شرط كسوقل دنتها سان ليها أفر كوربان دلم الشيخ بن شرط كسوقل وبد كبا يقول حمر محمود هاي حاجة كسوقل جور كبان وايو أنت أسوا هواين بنس كده وحوي سعون وا جنا عسية برد قاق قلا جيلي برد قملا أو كذا الشيخ بن شرط كسوقلي شرط كسوقل شرط كسوقل كتب من قبري وحنقنا ولا مر عليكم كت جيت كيا اللي ما عبر جو رحيزة جودي أتذكر وايد كشيكي جيت لبي أها وعلى مسار الأورنجري وقويس ماشي هذا جبر كيسنجري. جيت كمركز صومرتو جيت ك هاي اللي بيجا. وأخوفها يا جيت وجيت وين أنت أذو بحيدير وحق بلان ويقول الله يا بس اللودي سنتي لاك تاي. لكن سين لف يا علل يا كول يا كورل إنك جيل الربع بدون بكو حرايا. كور وين بدون وسوق وكل الله دين هيا جيت جيت واتشبه هيا مركز لا بيسوق لما أنت سوف فرصة ذي. وحصار بقاد الأيه. واجد دم بقولي اتحاد انتهى له واجد في عناية وانت سم مشركين تنقون يعني انتي وتقين بيكوبين ضبك يجون سيف عنو عنو جارسين بيكعرر جيت قريب وكد كجبتي كدبنا روب ضبا كود عوفه وبحي سيس كدرن بوبحي حن محن شيء ان ما على مسار بيتابن كرا وهذه يا اخواني توكتن اهل بدعة سنة بكم مقرين واجد دم بسوق جيت كوحل الجلال بينتي سوم مرين بيحيد كوبحيات تي قضيهم قضون بيحدها كجوية مركز هذا ندب قبتيه دب ضب على مسار المعارك إسكبا دام مركز قبور الجيدو إلى يومنا هذا قوس كجيد كاس بركيسن جري قليه جوبي بي أجرادين قوس كهايان أيد بوهايستان يمكن كريبل بق جوبي مركز ويسوق هايان وابع أيد طالبة حاوج جاي وجيد كان بركيسن نيليه المهم جيد الله بركة إسكبا دا مركز قبور إسكبا دا جيد الله بركة سنة هي شر الله جسوا قلها هي جيد كان مركز ما على مسار يلبي ذا مسوا وطن صنموي جيد معي هذا ما قعي ومما يعبد من دون الله شيء وما قعس وقاضن هي كونه شجر أو يشاق كسوه الاعتبار ملها نينك كورت عليك كحر هي مد كم هاي بودانك كحر هي قبرنا محو هاي ما جنتيني ده مرت هذا كل هذا نيسا دنينك مرة يبارك أنا رور قربان مروا قرن هاي جيت كأزجا طيب مال دلوا برتن كوكو يلا مركا وضعنا أجمرت
نينك مروا كل حنا يا مروا مروا صرنا يا يقانها دقيت كنا كان قلنا إسكت صعطها موية قبل كرجة دقي يقان وكي كل حذوي ما قلنا هذا مثلا إلا صا إلا سمي أو بدله مثلا مثلا ما لسمي مثلا لسمي زوما وقاسة مرحبا سامبر أملاين كاستوي لورن كرو حباش ما دام أيدو حباش ترزن كرين إن لقى قري قرط قليها رمي جا مدتك سفر كم كان ميل دجال يو حكوا هسنا إن حباش دونتان ميل فوق دونتان مركا قبورت بوت كذي فرنجرين مركا إني تاس ورجل تايو اللي حباش هلا هلود أيو قري هذي أود ده لو كذا ولا جا يبا يتاطع تاس وده لأن لكن اعترافها يعني إن قبر وحباش ترزن كرين وميد وادن تي نين أنت كبيسة كرون وميد قري أسو مصو قران كري أضان نولو حي قريها صو قرى حوا صو قرى أساس كده بيلي كي لها إن قري لقمة قادي كروا مسكين بهدونا بري هيا وبركيسان هيا وحورن بأس تناقضة وعلى قبور في كثير من المحلات ملبضا ومواضيع أماكن بدن يقوب اللبضا وحي سميان إيك بوري نذر كي شرط كي أوليد أقل هيا أما قبورت أقل هيا ولو طلب الواحد ولو طلب الواحد منهم هدي متكود لقطل بأن يسمح إنه فأقلاضه بحي بجزء من ذلك لله شير إنه إلهي أبحشو لم يفعل يلي ما يقول نذر كأي حولها أو أوليد أقورعها يورها للشيء وكمد إلهي سي عيسان ربي أقورع صدقة ما أقوله قيل بو أوليد أقورعها وهذا معلوم شنوا شيء لو يعرفه وحاقرنا يمن عرف روحي قرت أحوالها أولئي وبالله توفيق